طبعا من كام يوم نزلت اعلان عن كورس السي سي ان اي بوت كامب. مبدئيا قبل ما اشرح ايه الفكره اللي هنقدمها في كورس السي سي ان اي بوت كامب، تعالوا نعرف ايه هي معنى بوت كامب. معنى بوت كامب جاي من اساليب الاوروبيين، تعالى مثلا تتكلم عن انجلترا، فرنسا، المانيا، الولايات المتحده، في تقديم كورسات الشبكات. طبعا انت اي واحد لو جه يفكر يقدم على كورس سي سي ان اي في اي مركز تدريبي بيدور على حاجتين، بيدور على المده وبيدور على سعر الكورس. طبعا هناك عندهم المده، ما تيجي تتكلم عن سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج في مصر ممكن يقول لك ايه، بص يا باشمهندس انا ان شاء الله الكورس مع الانستراكتور بتاعنا وهو انستراكتور معتمد من سيسكو، الكورس ده المفروض هياخد 3 شهور. لا، بره مفيش الكلام ده، بره بيجيبك فتره معينه، قول مثلا اسبوع اسبوعين ايام ورا بعضها، عدد ساعات في اليوم كبير. يعني ممكن مثلا يقول لك ايه، احنا عندنا كورس سي سي ان اي بيتاخد من يوم السبت مثلا بتاريخ 1/12 على سبيل المثال، ليوم السبت بتاريخ مثلا 21/12، يبقى انت كده معاك 3 اسابيع، ويقول لك ان الحضور بيكون في الاسبوع الواحد من الثلاث اسابيع دول من السبت للخميس من الساعه مثلا 10 الصبح الى 8 بالليل. فانت طبعا لما تيجي تحسب بيكثف لك الكورس باسلوب كبير. طبعا انا من وجهه نظري الاسلوب ده مفضل لان الشبكات علم واسع جدا. فانا طبعا لما تيجي تتكلم عن كورس اسوشيت ليفل زي السي سي ان اي لسه يعني مستوى اساسي، مش عايز اقول مستوى ابتدائي، مستوى اساسي انا مش هقعد اقعدك فيه 3 شهور، لا احنا عايزين نخلص ايه الكورس بسرعه، تخش في السي سي ان بي ثم بعد ذلك تبص الى الشهاده الكبيره وهي السي سي اي سيسكو سيرتيفايد انترنت نتورك اكسبرت. طيب زي ما انا وعدتكم امبارح، بعض المحاضرات العملية اللي هتتسجل في كورس سي سي ان اي هنسجلها في يعني فيما اشبه بداتا سنتر خاصة بشركة سيرفر ستور. انا طبعا بصور لكم الفيديو ده من شركة سيرفر ستور. طبعا المهندس محمد زغلول صديقي العزيز انا عرضت عليه فكرة اللي احنا نتعاون مع بعض في تقديم حلقات اللابات العملي على الاجهزة الريال. فبالتالي انت كطالب زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي احنا نزلناه في الاول، انت كطالب اللي بنهدف منه انك تطلع منه بالكورس اللي احنا هننزله مش فقط انك تكون اوير فقط بالسي سي ان اي، لا تبقى اوير بالسي سي ان اي وكذلك شويه البهارات اللي عليها. شويه البهارات اللي عليها ان احنا بنتكلم هناخد لابات في مايكروسوفت ويندوز سيرفر 2012، هناخد مثلا لابات على ازاي تصنع او تعمل ديزاين وامبلمنتيشن ل سي ام اي كول مانجر اكسبريس سنترال تليفونات، ممكن يعني ممكن ان شاء الله ممكن نشتغل على سي يو سي ام، ممكن نشتغل على الاي اس اي فاير وول، باذن الله هنشتغل على الاي او اس فاير وول على راوتر سي 7200. طيب التدريب العملي بتاعنا هيكون مرتكز على محورين. المحور الاول هو الايميوليترز او فيما يسمى الجي ان اس 3 بلس الفي ام وير ورك ستيشن. طبعا احنا انا مش هقول لك انا عايزك تشتري وانت لسه بتبدا في السي سي ان ايه، طبعا الافضل اللي انت الاجهزه العمل اللي احنا هنشتغل عليها من الافضل ان انت تشتري اجهزه عمليه طبعا، لكن بعض الطلبه يكون عندهم مشكله في التكاليف الماديه بتاعتها، فاحنا بنقول خلاص اشتغل على الجي ان اس 3. تقدر على جينس 3 تنفذ سيناريوهات عمليه بصوره كويسه جدا، ولكن اول ما تطلع لمستوى سي سي ان بي والسي سي اي تبدا تخبط في فكره ان انت لازم تعمل او تاجر لابات عمل. فدي القصه، لان في طلبه كتير بعتوا لي على الانبوكس بخصوص الموضوع ده. النهارده باذن الله تعالى هنبص على بعض الاجهزه اللي احنا هنشتغل عليها في السيناريوهات العمليه. مبدئيا دي راجع عشان طبعا يعني ايه لسه مستجد فيكم على الشبكات. انا كان اول سؤال ليا اول ما نزلت تريننج ايه معنى الراكه دي. الراكه دي بمنتهى البساطه يعني بالبلدي كده بنقولها للطلب عشان يفهموها زي دولاب. انت الدولاب بتشيل فيه هدومك، الراكه برضو انت بتشيل فيها الاجهزه او الانفراستراكشر ديفايسز اللي بتمسك عصب المؤسسه اللي انت عامل الشبكه فيها. تعالوا نفتح كده الراك كده نشوف القصه بتاعتنا ماشيه ازاي. يعني هنبدا من ايه، من فوق لتحت. يعني ده مثلا اكسس بوينت، ده فاير وول اند لود بالانس لشركه نيت جير. طبعا ده فان يونت بقى ايه، مروحه تبريد بتسحب الهواء السخن اللي طبعا طالع من الاجهزه دي. طبعا ده عندي سيسكو اس اي فاير وول 5520. هنتكلم مثلا ده برده فان يونت، ده برده سويتش كاتلست 49 8
و40 مثلا، ده مثلا اي بي اس 4220 ده بي دي يو، ده قصه بقى. البي دي يو ده، البي دي يو ده يعتبر الباور سبلاي اللي بيغذي الاجهزه دي كلها. وفي ميزه كويسه جدا ان في بعض الاجهزه، يعني في حالات بتحصل طبعا، الناس اللي في هندسه عارفه الكلام ده، حالات السيركت ترانزينت. السيركت ترانزينت اللي انت تلاقي التيار داخل بفولت عالي فجاه مره واحده على الجهاز، ده طبعا يحرق لك الجهاز بتاعك. لا، اللي بياخد الكهرباء او الباور من ال 220 فولت هو البي دي يو، ثم بعد ذلك بيوزع الكهرباء او الباور على الاجهزه الثانيه، يحمي الاجهزه زي مثلا الاي سي فاير وول، النت جير فاير وول، لود بالانس، بيحميها في حاله ان لو دخل تيار عالي من ال 220 فولت يسحب التيار العالي ويمتصه، تمام، وبالتالي ينظم عمليه التيار اللي طالع من الاجهزه، او بمنتهى البساطه يحمي الاجهزه من الاثار المترتبه على وجود تيار بفولت عالي داخل على الديفايس. طبعا ده مفاجاه الموسم، ده يو سي اس سيرفر 220 ام 3، هنتكلم برضو ده راك سيرفر، ده اعتقد ده في مور اي اس اكس اي، عليه في مور اي اس اكس اي، ده برضو عليه راك سيرفر، برضو عليه الفي سنتر، ده برضو عليه برضو الفي مور اي اس اكس اي، ده سيرفر يستخدم كدومين كنترولر، وده سيرفر برضو يستخدم بس ده كفايل ستورج. طبعا انا يعني كانت فعلا مشكله بالنسبه لي اول ما نزلت في شغل الشبكات الخضه بتاعه اللي انت بتيجي تبص على الاجهزه. هنحاول يعني بقدر كبير من الامكان عن طريق الحلقات والمحاضرات اللي احنا هننزلها ان احنا نقلل الخضه دي شويه. مش عايزك تخاف من ان انت لو شفت جهاز قدامك اتعامل طبيعي جدا. في المراحل او في المحاضرات بتاعت الكورس انا هعلمك ازاي تحول الراكه دي لتوبولوجي موجوده على ورقه، بحيث ان انت تبقى عارف الباكت رايحه فين وجايه منين. تعالوا نبص هنا مثلا، ده راوتر سي 18 1800 سيريز، ده برضو راوتر 28، ده طبعا تقدر تشغل عليه كول مانجر اكسبرس. ده نتكلم مثلا على ده راوتر برضو 37 45 38. عندك مثلا، تعالى بقى نتكلم على السويتشات بقى المالتي لاير. طبعا الناس اللي بتدرس السي سي ان بي والاي اي عارفه يعني ايه مالتي لاير. المالتي لاير ده مثلا الكات ده كل ده، يعني انت بتتكلم من اول هنا لاول هنا، ده سويتش، ده سويتش مالتي لاير. طبعا الناس اللي بتدرس السي سي ان بي عارفه ان السويتش المالتي لاير هو السويتش اللي بيعمل لك راوتنج ما بين الفي لانز، لان طبعا انا عشان اعمل راوتنج ما بين الفي لانز ممكن اعملها بطريقه الراوتنج اون ستيك، يعني انا اعمل كذا فيرتشوال انترفيس على الراوتر، كل فيرتشوال انترفيس رايح على فيلان، او اني اطلع الفيلانز كلها على المالتي لاير سويتش. زي مثلا انا عندي هنا 6500، وبالتالي ال 6500 ده مثلا هو اللي يعمل عمليه الراوتنج ما بين الفيلانز. طيب ده مثلا برضو ام دي اس، بس دي بقى ايه المستويات العليا. لما تيجي بقى ايه تخش في السي سي اي اي وتراك الداتا سنتر، فطبعا هتتعرف بشكل كبير جدا على السويتشات الام دي اس. انا مبدئيا احب اوضح كذا حاجه. باذن الله تعالى احنا هنجهز راكه هنشتغل عليها بعض المحاضرات العملي ان احنا هناخدها في الكورس. كذلك باذن الله تعالى انا ان شاء الله هفتح حجز على كورسات سي سي ان بي وسي سي ان اي سكيورتي الاصدار الجديد، والسي سي ان اي كولابريشن الاصدار برضو الجديد. طبعا لان انتم عارفين ان تراك الفويس وتراك الفيديو اتلغى، فسيسكو ضمت التراكين على بعض، عملوا تراك الكولابريشن. فانت طبعا في الكولابريشن هتدرس ازاي تعمل سيستم سنترال، وكذلك ازاي تعمل سيستم فيديو كونفرنس. فان شاء الله باذن الله تعالى بالنسبه للناس اللي سالتني الايام اللي فاتت على الانبوكس، ان شاء الله لا باذن الله هنفتح كورسات في بدايه برضو على اول فبراير، وده هيوازي برضو ميعاد فتح كورسات فتح كور او افتتاحيه البوت كامب في السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. انا احب اوضح حاجه، طبعا احنا في الكورسات اللي هنشتغل بيها سواء في البوت كامب لا يكون مجاني بنسبه 100% زي ما انا قلت،
عشان الناس ما تسالنيش كذا مره على ايه البوكس، سواء في البوت كامب او سواء في الكورسات اللي احنا هننزلها، وده ان شاء الله هيكون بالتعاون مع شركه سيلفر ستور باذن الله. التدريب هيكون على الاجهزه العمليه عشان نقلل رغبه الطالب خلال مرحله التعليم والدراسه الاكاديميه اول ما ينزل لي سوق العمل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.